اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنجاوب على سؤال محير لامهات كتير، خاصه الامهات اللي بتشتغل. هل الام اللي بتشتغل تقدر ترضع رضاعه طبيعيه حصريه اول 6 شهور؟ هل الام اللي بتشتغل تقدر ترضع رضاعه طبيعيه اول 2 سنين من العمر؟ الاجابه ايوه تقدري. ازاي؟ خلينا اقول ان الرضاعه الطبيعيه سكيل اند ويل، يعني اراده ومهاره. الاراده ان انت تبقي عايزه ترضعي، عندك يقين انك هتعرفي ترضعي. المهارة بقى اللي هي السكيل دي بتيجي ازاي؟ بانك تقري معلومات كتير عن الرضاعة، تسألي المختصين، تدوري على الحلول اللي تساعدك انك توصلي لرضاعة طبيعية ناجحة. طب خليني اقول 7 طرق لرضاعة طبيعية ناجحة رغم انك تكوني بتشتغلي، هتساعدك كتير. ايه هي؟ اول حاجة، لا غنى عن اي مرأة عاملة من التشفيط، لازم يكون معها جهاز تشفيط في البيت. طيب جهاز التشفيط ده يكون مانيوال ولا الكتريك؟ لازم يكون الكتريك او كهربائي، لان انت بتحتاجي تشفطي بطريقة دورية، بطريقة يومية، بتشفطي كميات كبيرة من اللبن، محتاجة وقتك، فبالتالي الجهاز الكهربائي هيوفر لك الكلام ده. طب تجيبيه سنجل ولا دابل؟ سنجل يعني بيشفط من ثدي واحد، دابل يعني بيشفط من الثديين، انت واختيارك. بس خليني اقول لك بعض الحاجات اللي تساعدك في الاختيار ده. التشفيط المزدوج بيزود كميه ادرار اللبن ب 18%، وبيوفر في الوقت وبيوفر في المجهود، وكمان بيساعد انه يزيل تماما كل اللبن اللي موجود في الثدي، فبالتالي صدرك بيعبي تاني من الاول، وده بيحافظ على مستوى ادرار اللبن عندك يكون ثابت. طب امتى تشفطي؟ تشفطي افضل الاوقات اما تكوني راجعه من الشغل، بيبقى صدرك لسه ممتلئ، تشفطي الاول وبعدين ترضعي البيبي. كمان التشفيط بالليل بيبقى مهم قوي، لانه بيساعد على بيبقى فيه هرمون البرولاكتين بيظهر بالليل، فده بيساعد على زياده كميه اللبن. كمان ممكن تشفطي وانتي في الشغل، طبعا الجهاز الكهربائي وبيكون مزدوج بيوفر لك الوقت، لو عندك اي بريك في النص هيساعدك في خلال ربع لتلت ساعة ان انتي تشفطي كمية كويسة وتشيليها في التلاجة لحد ما تروحي. يبقى قلنا اول حاجة التشفيط، تاني حاجة انك تحاولي تمدي فترة اجازة رعاية الطفل او الوضع من 4 شهور ل6 شهور. ثالث حاجة انك زي ما قلت تشفطي بعد ما ترجعي من الشغل. رابع حاجة انك قبل ما تنزلي حاولي تدي البيبي رضعة طبيعية من ثديك. خامس حاجة انك تاخدي الفيتامينات المناسبة اللي يكون جسمك محتاجها، ودي بتبقى حاجات مخصوصة اثناء الرضاعة، بتمنع حشاشة العظام وبتمنع نقص الحديد. سادس حاجة انك تاكلي اكل متوازن، اكل صحي، ده بيساعدك انك تكوني صحتك احسن، ولازم تبقي انت احسن عشان تطلعي لبن كويس عشان ابنك يبقى كويس. سابع حاجة ما تنسيش الرضاعة بالليل، لان دي بتحافظ على كمية اللبن اللي موجودة جوه صدرك، سواء رضعتي بالليل او شفطتي بالليل. يا رب تكون استفدتي من الحلقة دي، وكل أم بتشتغل تقدر ترضع طبيعي من غير قلق ومن غير خوف وبنجاح دايماً.